بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي صاحب جوامع الكلم، من تفجرت من قلبه علوم الأولين والآخرين، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل البيت الطيبين الأطهار والصحابة الكرام والذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فقد وصلنا في شرح السلم المنورق للإمام الأخضري لشرح الشيخ برهان الدين القويسني شيخ الأزهر الشريف رحمه الله تعالى، ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا بالله تعالى في الدارين. اللهم آمين. وصلنا عند قوله في باب القضايا وأحكامها، حيث قال: ما احتمل الصدق لذاته جرى بينهم قضية وخبرا. ثم القضايا عندهم قسمان: شرطية حملية، والثاني كلية شخصية، والأول إما مسور وإما مهمل. والسور كليا وجزئيا يرى، وأربع أقسامه حيث يرى: إما بكل أو ببعض أو بلا شيء وليس بعض أو شبه جلا. وكلها موجبة وسالبة، فهي إذن إلى الثمان آيبة. هذا ما يتعلق بباب القضايا، وسيأتي الكلام إن شاء الله. فيقول: هذا باب في القضايا وأحكامها. القضايا جمع قضية من القضاء، والقضاء معناه الحكم لاشتمالها عليه، يعني لأن القضية تشتمل على حكم، فأطلق على الحكم قضية لاشتمالها عليه. وأحكامها بالجر عطف على القضايا، والمراد بأحكام القضايا التناقض والعكس. فعندما تكلم عن الصدق، ما احتمل الصدق لذاته، فهذا هو القضية، ويسمى الخبر الذي يحتمل الصدق. واحتمل الصدق لذاته جرى بينهم قضية وخبرا، يعني هذا يسمى يسموه خبر، يعني لأنه يجوز أن يكون صدقا ويجوز أن يكون كذبا. هذا وجه تسميته خبر. طب لماذا يسمى قضية؟ لأنه مشتمل على على حكم. يعني مثلا الصلاة واجبة، هذا فيه خبر، إخبار بأن الصلاة واجبة، فقد يكون صادقا أو كاذبا. وكذلك فيه حكم، لأننا حكمنا بالوجوب على الصلاة، أو حكمنا على الصلاة بأنها بأنها واجبة. فليحتمل الصدق والكذب يسمى يسمى قضية أو يسمى خبر. القضية هي الخبر، والخبر هو القضية، ولكن من حيثية مختلفة. يعني يسمى خبر لأنه يحتمل الصدق والإيه، ويسمى قضية لاشتماله على الإيه، على الحكم. خلاص، يبقى إذن ما احتمل الصدق لذاته جرى بينهم قضية. جرى يعني عرف أو
كان التعبير عنه بذلك. يبقى إذن كما قال الشيخ في الشرح: القضية مشتقة من القضاء وهو الحكم لاشتمالها عليه، والمقصود من هو ذكر القضايا ثم قال: وأحكامها، أحكام القضايا إما أن تكون تناقض وإما أن تكون عكسا، هذه هي الأحكام التي يحكم بها على القضايا. وقلنا تسمى خبر وتسمى قضية. ما وجه التسمية بالخبر؟ لأنها تقبل الصدق وليه. وما وجه تسميتها قضية؟ لأنها تشتمل على حكم، والحكم مأخوذ من القضاء. يبقى إذن هنا ما احتمل الصدق، هذا يخرج ما لا يكون خبرا من سبيل المركب الناقص، سواء كان مركبا تقييديا كما ذكرنا فيما سبق الحيوان الناطق، أو إضافيا كغلام زيد، فهذا لا يسمى قضية ولا يسمى خبرا، لأنه ليس فيه حكم وليس فيه احتمال للصدق. وأيضا يخرج وتخرج هذا التعريف أو بهذا القول أخرج المركبات، وكذلك أخرج الإنشاء، لأن الإنشاء لا يحتمل الصدق ولا يحتمل الكذب لذاته. يعني مثلا عندما تقول لأحد الناس: اسقني ماء، فلا يقال إنك صادق ولا كاذب، لأن هذا ليس خبر وإنما هو إنشاء. خلاص. عندما تقول يا فلان النداء والتمني، كل هذا والاستفهام، كل هذا لا يكون لا يكون خبرا ولا يكون قضية لذاته، إنما ربما يحتمل الصدق أو الكذب لأمر خارج عنه، أما لذاته لا يحتمل الصدق ولا الكذب. فلا يقال لمن طلب أن يشرب الماء: أأنت صادق أو كاذب، لأن هذا طلب إنشاء لا يحتمل من حيث مفهوم الطلب لا صدق ولا كذب، ولكن يستلزم من ناحية العرف نسبة خبرية تحتمل الصدق والكذب. فعندما طلب الماء فهذا في قوة أنه يقول لك: أنا عطشان، لكن احتماله الصدق والكذب لاستلزامه أنه في حالة عطش وليس لذاته، من حيث ذاته لا يسمى صدق ولا يسمى ولا يسمى كذبا. يبقى عرفنا أن القضية هي القول أو هي الخبر الذي يشتمل على حكم أو يحتمل الصدق والكذب. يبقى إذن عندما مثلا نجد أن التعريف يشمل الخبر، احنا قلنا الخبر يعني هو لذاته يحتمل الصدق ويحتمل الكذب أي خبر، ولكن متى يكون الخبر لا يحتمل إلا الصدق فقط أو الكذب فقط؟ أي خبر، يا إما صدق يا إما كذب. إنما في بعض الأحوال نقطع بصدق خبر معين أو نقطع بكذبه ولا نجعله محتملا للأمرين، فهذا لا يعود إلى ذاته، وإنما هذا يعود إلى إلى خارج عن حقيقته. قلت لك أي خبر حتى لو كان خبر رب العالمين سبحانه لذاته،
أما إذا نظرنا إلى المخبر يعني القائل هنا إيه؟ إما أن يحتمل الصدق فقط كأخبار الله سبحانه وتعالى ورسله الكرام. لماذا؟ لأن الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام معصومون من الكذب. بهذا خبر، هذا خبر أو لا؟ مثلا الله تعالى يقول إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة، هذا خبر، هل لا يحتمل الكذب ولا يحتمل الصدق فقط؟ ها؟ لماذا؟ نظرا لقائله وليس نظرا لذاته. طيب مثلا عندما أقول الواحد نصف الاثنين، هذا خبر أو لا؟ طب هل هذا يحتمل الصدق والكذب؟ لا، هذا لا يحتمل إلا الصدق. ليه؟ بيقول لك ليه؟ نظرا لخصوص المادة. إذا قلت الواحد نصف الاثنين، ولو قلت الواحد ربع الاثنين، هذا يقطع بكذبه أيضا لخصوص المادة وليس لذات الخبر. فممكن هناك أخبار يقطع بصدقها أو بكذبها نظرا إلى إلى القائل أو لخصوص المادة. يعني مثلا خبر مسيلمة الكذاب بأنه أنه نبي، هذا خبر، هل هذا يحتمل الصدق والكذب؟ هل في احتمال أن هذا الرجل يكون صادقا؟ لا. ليه؟ لماذا؟ نظرا إلى قائله، لأنه تعين كذبه، ولكن في خصوص هذا الأمر. فلو أخبرنا مسيلمة بأن زيدا قائم يحتمل الصدق والكذب، إنما في دعواه النبوة فهو كذاب قطعا، ولذلك نعت ولا نعرف كثير من طلبة العلم لا يعرفون مسيلمة ابن من، ونعت وعرف واشتهر بالكذاب. فإذا ما قلت الكذاب لا ينصرف الذهن إلا إلى مسيلمة، قالوا كده مسيلمة بكسر اللام، ومن فتحها فهو أكذب منه. يبقى إذن خصوص كذبه في دعواه للنبوة، إنما لو أخبرنا بشيء آخر ممكن أن يحتمل الصدق ويحتمل الكذب. واضح؟ وبعدين خبر الدجال، المسيح الدجال، عندما يخبر الناس، وهذا من علامات الساعة، بأنه إله، هذا خبر مقطوع بكذبه. لماذا؟ لخصوص المادة، لقيام البرهان القاطع على كذبه لا لذات الخبر. يبقى إذن الخبر له أقسام، ما يحتمل الصدق والكذب مطلقا اللي هو خبر من ليس بمعصوم، هذا قسم يعني يحتمل الصدق والكذب مطلقا، أخبار غير غير المعصومين، والعصمة ثبتت لمن؟ ها؟ للأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. فأخبار الأنبياء والرسل لا تحتمل إلا أما أخبار غير المعصومين تحتمل. وما يحتملهما يعني الصدق والكذب لذاته، وتعين الصدق نظرا لخارج من مخبر كخبر من يستحيل عليه الكذب. ففي نوع من الأخبار يحتمل الأمرين، ولكنه تعين واحد نظرا لخارج، لأمر من الخارج. يعني الخبر بتاع الرسل والأنبياء يحتمل الصدق والكذب لذاته، ولكن تعين صدقه لأمر خارج، وهو ثبوت العصمة أو صدق الأنبياء والرسل، أو لخصوص المادة
نحو الواحد نصف الاثنين والأربعة زوج، فهذا تعين صدقه أو تعين كذبه، كما تقول مثلا الواحد ربع الاثنين، هذا متعين كذب لخصوص المادة، فالأقسام أربعة. ولكن ليس عندنا ما هو مقطوع بكذبه نظرا إلى المخبر، يعني لا يوجد مثلا إنسان إذا أخبر بشيء يكون خبره كذبا، حتى مسيلمة، إلا في خصوص المادة اللي هي دعوة، إيه؟ دعوة النبوة. فلم يرد نص في كتاب الله ولا في سنة رسوله أن كل ما أخبر به مسيلمة أو الدجال كذب، ولكن أخبر أنه كذب في هذا الإيه؟ في هذا الأمر بخصوصه، اللي هو إيه؟ دعواه الرسالة، والدجال دعواه الإيه؟ الألوهية. فكل هذه الأقسام تحتمل الصدق والكذب بالنظر إلى ذات الخبر، يعني حقيقته. إذن فمن أجل هذا سمي خبر، وسمي قضية. وعند أهل السنة بيقولوا ما احتمل الصدق، إيه المراد بالصدق؟ الصدق هو مطابقة الخبر للإيه؟ للواقع. ده تعريف أهل السنة، اللي يطابق الواقع يبقى إيه؟ صدق، والذي لا يطابقه يكون كذب، ما فيش غير كده. في حد عنده حل تاني؟ يبقى بناء على تعريف أهل السنة، ما هو الصدق؟ أن تصوغ أو تقول كلام يصدق أو هو في الواقع صدق، فيكون كلامك صدقا ولو نويت به الكذب. يبقى المعيار واحد، وهو إيه؟ أن يطابق الواقع، ليس مطابقة لاعتقاد. فقد يقول الإنسان الكلام يخبر بخبر وهو يعتقده، يعني هو بالنسبة لما يعتقد صدق، أما بالنسبة للواقع كذب. فإذا متى يسمي أهل السنة الخبر صدق؟ إذا إيه؟ إذا طابق الواقع، لا إذا طابق الاعتقاد. يعني معناها طابق الاعتقاد أو خالفه أو لم يصحبه اعتقاد، أو ده تعريف الصدق، أن يطابق الخبر الواقع. إحنا عندنا إيه؟ المطابقة مفاعلة، مش كده؟ مفاعلة من جانبين. لما بقول مثلا قاتل زيد عليا، يبقى معناها وقع المقاتلة من إيه؟ ها؟ من زيد ومن علي قاتل. أو أقول فلان صاحب أو شارك، فوقعت المشاركة من الإيه؟ من الجانبين. واضح؟ طب هل هنا المطابقة من جانب الخبر ولا من جانب الواقع ولا من الجانبين؟ ها؟ كيف؟ هي مفاعلة، لكن ليس على إيه؟ على بابها. بمعنى أن المطابقة لم يقل ليس في التعريف مطابقة الخبر للواقع والواقع للخبر، لا، هي المطابقة من جانب الخبر، الخبر هو الذي يطابق يوافق الواقع. طب لماذا لا نعكس؟ قالوا لأن الواقع شيء ثابت في نفسه، خلاص كده، يقاس عليه ولا يقاس هو على غيره. يبقى إذن الواقع ده شيء ثابت لا يتغير، فإن التغير بيبقى من الخبر، إن طابقه يكون صدق، وإن خالفه يكون إيه؟ كذب. يبقى إذن الواقع ده ثابت، يبقى إذن المطابقة ليست من الجانبين، من الخبر فقط،
يبقى إذن هل يشترط مع مطابقة يعني موافقة الواقع أن يوافق الاعتقاد أو لا يكون معه اعتقاد؟ يعني أنا قلت مثلا الشيخ محمد ده صالح وأنا لا أعتقد ذلك، لكنه هو في الواقع صالح فيكون كلامي صدق لأنه وافق ليه الواقع. يبقى حتى لو خالف الاعتقاد، أو أنا أقول صالح وأنا لا أعتقد أنه هو مجرد كلام، قلت له صالح ولو سألوني لماذا هو صالح أو غير صالح لا أدري، هي كلمة قيلت. إذن ليس هناك اعتقاد. أو أنا أعتقد أنه صالح، فهذه كم حالة؟ ثلاثة. إما أن أقول إنه صالح وهو صالح في الواقع، أو أقول إنه صالح وأنا أعتقد صالح وكذلك في الواقع، أو أنا أعتقد أنه غير صالح، أو لا أعتقد شيئا. كم احتمال؟ ثلاثة. والكذب كذلك. يبقى إذا كنا قد عرفنا الصدق بأنه مطابقة الخبر للواقع سواء طابق الاعتقاد أو خالفه أو ليس معه اعتقاد، إذن تعريف الكذب هو العكس. ها، كيف نعرف الكذب؟ ها، مش سامع أنا أسمع. ها، مش سمعوني أنا، يعني لا أدرس للقطط، عاوز أسمع الصوت. ها، ده تعريف الكذب. يبقى عدم مطابقة أو مخالفة الخبر للواقع حتى ولو خالف الاعتقاد أو وافقه أو نفس الأقسام، فتكون أقسام الكذب والصدق كام؟ ها؟ ستة. خلاص كده؟ طيب نيجي بعد كده إيه؟ الصدق هو مطابقة الخبر للواقع كما قال أهل السنة، ليس للاعتقاد فقط. هذا هو مذهب النظام. النظام ده بيقول لك الصدق ده مطابقة الخبر للاعتقاد حتى ولو خالف الواقع. فلو أن أحدا قال عند النظام السماء تحتنا وهو يعتقد ذلك كان صادقا. أهم شيء إيه؟ مطابقة الإيه؟ الاعتقاد. ده مذهب مين؟ مذهب النظام. وفيه من شرط انه الصدق يكون مطابق للواقع والاعتقاد. يبقى كم مذهب كده؟ ثلاثة. مذهب أهل السنة أن يكون مطابقا للواقع فقط، والنظام للاعتقاد فقط، وباقي المعتزلة قالوا للاعتقاد مع الواقع. خلاص خلاص كده. ومنهم اللي هو قال الاثنين مع بعض ده مين؟ الجاحظ. فمذهب الجاحظ ده مذهب غريب، يعني يشترط انه يكون الصدق موافق للاعتقاد وللواقع. فان وافق احدهما ولم لازم يوافق الاثنين معا. عند النظام قلنا حاجة واحدة فقط اللي هي ايه؟ الاعتقاد. فلو قال ان السماء تحتنا وهو يعتقد، ولو قال على ولي، لو قال على كافر من الكفار إنه ولي من أولياء الله هو يعتقد ذلك يكون صادقا، لأنه إيه؟ جعل المعيار والميزان هو إيه؟ موافقة الاعتقاد. أما الجاحظ قال لا، لازم يوافق الإيه؟ الاعتقاد والواقع. فإن وافق أحدهما وخالف الآخر قال لا صادق ولا كذب، يعني قال بالواسطة. يعني مذهبه غريب وعجيب، أن هناك صدق وهناك كذب وهناك ما ليس صدق وما ليس كذب. فعنده درجة منزلة بين المنزلتين. فمثلا هنطبق هذا على ايه المذاهب. كان عندنا كم مذهب؟ ثلاثة. طيب اسألكم سؤال،
الخبر إذا طابق الواقع والاعتقاد، يبقى هذا صدق عند الكل. وأهل السنة يشترطوا للواقع فقط، مش مهم إذا كان في اعتقاد أو ما فيش. فإذا طابق الواقع والاعتقاد عند أهل السنة صدق، وإذا طابق الواقع فقط صدق، وإذا لم يكن معه اعتقاد يبقى صدق، لأنه المهم مطابقة الخبر ليه. يبقى إذا طابق الواقع والاعتقاد هذا صادق عند الكل، عند الثلاثة. طيب، وإذا خالف الإيه؟ خالف الواقع والاعتقاد هذا كاذب اتفاقا عند الكل. يبقى المطابق لهما صدق عند الكل، والمخالف لهما كذب عند الكل. طب المطابق للواقع ومخالف للاعتقاد، مطابق للواقع ومخالف للاعتقاد، الجمهور صادق، والنظام كاذب، والجاحظ لا صادق ولا كاذب. شوفوا الأقسام كده، الجمهور قالوا كده صادق، طب النظام قال لا كذاب، طب والجاحظ قال لا صادق ولا إيه ولا كاذب. طب خلاص كده فهمتوا الأمثلة. والعكس الجمهور، يعني العكس قلنا إيه، المخالف لهما يعني للواقع ده عند الكل كاذب. خلاص، اللي هو طابق الواقع وخالف الاعتقاد، عكسه اللي هو طابق الاعتقاد وخالف الواقع، عند الجمهور كاذب، وعند النظام صادق، وعند الجاحظ لا صادق ولا كاذب. طب والذي ليس معه اعتقاد ومطابق، الجمهور صادق والنظام كاذب والجاحظ لا صادق ولا كاذب، وكذلك المخالف للواقع الذي لا اعتقاد فيه، الجمهور كاذب والنظام كذلك والجاحظ لا صادق ولا إيه ولا كاذب. ثم القضايا عندهم قسمان. يلا شوفهم. قال المصنف رحمه الله: ما احتمل الصدق لذاته جرى بينهم قضية وخبرا. قال الشارح: ما أي اللفظ الذي احتمل الصدق والكذب لذاته جرى بينهم أي المناطق قضية وخبرا، أي يسمى بهذين الاسمين. فخرج بقولنا ما احتمل الصدق والكذب ما لا يحتملهما من الإنشاءات كضرب، فلا يسمى قضية ولا خبرا. وخرج بقوله لذاته ما احتمل الصدق والكذب بلازمه. زي اسقني الماء، هذا ايه؟ يحتمل الصدق والكذب، لكن ليس لذاته ولكن للازمه، وهو الايه؟ العطش. يحتمل الصدق والكذب، يعني مثلا ممكن اقول هات ماء أو أريد أن أشرب، هذا اسمه إنشاء طلب، لا يحتمل الصدق ولا الكذب، لكن ممكن تقول إني كاذب. ليه؟ لأني أصلا لا أريد الشرب، ولكن أريد أن أصرفك أو أشغلك بأمر آخر. فإذا احتمل الصدق والكذب ليه؟ للازمه، لأنك علمت أنه لا يريد الشرب وإنما يريد أن يصرفك أو يشغلك عنه أو يقول لك اذهب واشتري لي شيئا من المحل في الشارع، وأنا أعلم أن المحل مغلق، أنا أريد أن أعذبك. وخرج بقولنا لذاته محتمل الصدق والكذب للازمه كاسقين الماء، فإنه وإن احتمل الصدق والكذب لكن للازمه الذي هو أن عطشان، لا لذاته أي من دونه المطابق الذي هو طلب السق. وطلب السق، يبقى إذن عندنا الماء
مدلول إما أن يكون في دلالة مطابقية، فإذا نظرنا إلى الدلالة المطابقية لا يحتمل الصدق ولا الكذب، أما إذا نظرنا إلى الدلالة الالتزامية فهو إيه؟ يحتمل الصدق والكذب. نعم. ودخل في قولنا ما احتمل الصدق لذاته المقطوع بصدقه من الأخبار كخبر الله وخبر رسوله، فإنه إنما قطع بصدقه بالنظر لقائله لا بالنظر لذاته. ودخل أيضا المقطوع بكذبه من الأخبار نحو الجزء أعظم من الكل. يعني مثلا أخبار الله ورسوله تدخل في الخبر أو لا؟ تدخل في احتمال الصدق والكذب، تدخل، ولكن إيه؟ لذاتها لا لذات قائلها. وكذلك المقطوع بكذبه من الأخبار فإنه لذاته يحتمل الصدق والكذب، إلا أنه لخصوص يعني لأمر خارج لا يحتمل إلا الكذب أو لا يحتمل إلا الصدق كما تم في الشرح. فإنه وإن قطع بكذبه إنما هو لتحقق خلافه بضرورة العقل. قال المصنف رحمه الله: ثم القضايا عندهم قسمان، شرطية حملية، والثاني كلية شخصية، والأول إما مصور وإما مهمل. يبقى القضايا تنقسم عند المناطق إلى قسمين، شرطية وإيه؟ وحملية. القضية الشرطية تتركب من إيه؟ من قضيتين، يعني مش من مفردين، من قضيتين. أو ده الخلاف بين الشرطية والإيه؟ والحملية. ومعنى شرطية يعني هي قضية معلقة على شرط، أما الحملية ليس فيها شرط، والحمل معناه الإسناد. يبقى إذن الشرطية، ما الفرق بين الشرطية والحملية؟ الشرطية تتركب من قضيتين، أما الحملية تتركب من إيه؟ من مفردين أو ما في قوتهما. يعني ممكن تتركب من غير مفردين، يعني ممكن تتركب من جملة وتكون حملية، لكن هذه الجملة يقولون في قوة المفرد. وافهم هذا جيدا، يعني مثلا لما أقول إيه؟ زيد قائم، ده إيه ده؟ مفرد ومفرد، هل هذه قضية حملية ولا شرطية؟ أفرض قلت زيد قائم أبوه، زيد قائم أبوه، هنا مركبة من مفرد ومن جملة، قائم أبوه، فهل هنا شرطية ولا حملية؟ حملية، لأنك عندما قلت زيد قائم أبوه في قوة زيد قائم الأبي، أو كأنك قلت أبو زيد قائم، يبقى رجعت إلى الإيه؟ إلى المفرد. كلمة قائم الأب أو أبو زيد هذا مفرد، لأن المضاف والمضاف إليه في حكم الإيه؟ المفرد. خلاص كده؟ إذ المراد بالمفرد ما ليس قضية. يبقى إذن القضية، قول تاني، الحملية تتركب من إيه؟ من مفردين أو ما في قوتهما. يعني مثلا لما أقول لك خير أو أفضل الذكر لا إله إلا الله، شوف كده، أفضل الذكر لا إله إلا الله، دي قضية حملية، ده مركبة مش من مفردين، يعني أفضل الذكر لا إله إلا الله، لأنها في قوة قولك أفضل الذكر كلمة الشهادة، فرجعت الجملة إلى إيه؟ إلى كلمة. عندما أقول كلمة التوحيد يعني لا إله إلا الله، فأولنا الجملة به بمفرد وهو كلمة الشهادة. أو مثلا لا حول ولا قوة إلا بالله، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة.
يعني كأنك قلت هذا اللفظ ولا حول ولا أو هذه الكلمة أو هذه الجملة كنز من كنوز الجنة، فهذا في إيه؟ في قوة الإيه؟ المفرد. إيه معنى المفرد وما معنى في قوة المفرد؟ كيف نعرف هذا مفرد وهذا في قوة المفرد؟ من يجيب؟ يا شيخ محمد، إيه معنى في قوة المفرد؟ لا مش تأويل، يعني اللي هو يمكن أن نعبر عنه بكلمة واحدة، هو ده يبقى في قوة المفرد. يعني مثلا لا إله إلا الله فنقول كلمة التوحيد، زي نقول كده الشهادتان، يعني ده جملتين خلناهم كلمة واحدة، لا إله إلا الله محمد، فنقول إيه؟ نطق بالشهادتين، يعني قال لا إله إلا الله محمد رسول، فيكون الجملتين دول مكانهم كلمة واحدة ليه؟ الشهادتان. يعني إذا استطعت أن تعبر عن الكلام أو عن الجملة بمفرد فهذا يسمى إيه؟ في قوة الإيه؟ المفرد. هذا إيه؟ القضية الحملية. لماذا سميت حملية؟ لأنها نسبة إلى الحمل، والحمل معناه الإسناد، يعني الحكم بثبوت شيء لشيء أو سلبه عنه. فلما أقول مثلا الله ربنا، يبقى حملنا أو عندنا هنا إيه؟ محمول ومحمول عليه، أو مسند ومسند إليه، حملنا الربوبية وأسندناها لله، أو حملناها على الله وحده، الله ربنا. يبقى كده الله تعالى ده هو إيه؟ الموضوع، ربنا ده المحمول، فالمراد بما يحمل هو المحمول، ولذلك سمي محمول لأنه يحمل، يعني يسند، يعني يوضع على غيره. فلما أقول زيد قائم، يعني حملنا أو أسندنا القيامة إلى زيد، فيكون القيام هو المحمول وزيد هو الموضوع. أو نقول بعبارة أخرى، قائم هو المسند وزيد هو المسند إليه. أو نبسط أكثر فنقول انظر إلى الجملة، إذا كانت الجملة اسمية، والجملة إما أن تكون اسمية أو إيه، فإذا كانت اسمية فالمحمول هو الخبر والموضوع هو المبتدأ دائما. أي جملة اسمية فين المحمول وفين الموضوع؟ زيد قائم، من المبتدأ؟ زيد، يبقى ده الموضوع، يبقى الموضوع هو المبتدأ والمحمول هو الإيه؟ هذا إذا كانت الجملة إيه؟ إذا كانت الجملة فعلية. شوف كده، لا يكون المحمول إلا الفعل، الفعل لا يكون موضوع أبدا، الفعل دائما هو المحمول والفاعل دائما هو الإيه؟ خلاص كده انتهت، أصلا ما فيش غير جملة اسمية وجملة فعلية. وعرفنا إيه معنى الإيه؟ الحمل يعني الإيه؟ طيب القضية الشرطية هي نفسها الحملية، بس بشرط يكون فيها إيه؟ أداة شرط. خلاص، أداة شرط، الشرط معناه التعليق، يعني حصول مضمون قضية مشترط على حصول قضية أخرى. خلاص كده، ولهذا سميت إيه؟ شرطية. يلا يا شيخ محمد. قال الشيخ رحمه الله: ثم بالترتيب الذكري، القضايا جمع قضية عندهم، أي المناطق، قسمان: الأول شرطية، وهي ما ليس طرفاها مفردين ولا في قوتهما. لأنه لو كان الطرفين، ما هو ما المراد بالطرفين؟ لا، دي القضية هنا شرطية، فنقول المقدم والتالي،
فالطرفين يعني المقدم والتالي ليس مفردين ولا في قوتهما. واحنا عرفنا ما معنى في قوة الايه المفرد، يعني هو جملة ولكن نستطيع أن نعبر عنه بمفرد. فمثلا القضية الشرطية مثل كلما، كلما كانت الشمس طالعة كان النهار موجودا، فهنا فيها تعليق يعني اللي هو التالي اللي هو وجود النهار مشروط بطلوع الشمس، يعني لا يوجد النهار إلا إذا طلعت الشمس، وكلما طلعت الشمس وجد النهار. فهذه تسمى إيه؟ قضية شرطية. ليه؟ لأنه الطرف الأول ليس مفردا، الشمس طالعة ده جملة، والطرف الثاني أيضا جملة، النهار موجود ليس مفردا ولا في قوة المفرد، لأننا لا نستطيع أن نعبر عن الشمس طالعة بكلمة واحدة ولا عن النهار موجود بكلمة واحدة. ومثلا إن جئتني، جئتني جملة، جئت، جئت أنت عندي، جئتني أكرمتك، هذه جملة وهذه جملة، لأنه فيها فعل وفاعل ومفعول به، وفيها أداة شرط، والإكرام هذا مشترط به بمجيئك إن جئتني. يبقى الشرطية منسوبة إلى الشرط. ما معنى الشرط؟ يعني التعليق، إرادة، يعني علقنا أمر على أمر، كما يقول أحد لزوجته إن دخلت الدار فأنت طالق، فعلق طلاقها بدخول إيه؟ بدخول الدار. يلا شو. والثاني حملية، وهي ما كان طرفاها مفردين. يبقى الفرق بين الشرطية والحملية، الشرطية الطرف تاعها ليس مفردا وإنما هو إيه؟ قضية يعني جملة وفيها أداة الشرط، والحملية ما كان طرفاها مفردين أو في قوة المفرد، زيد قائم أو زيد قائم أبوه، كأنك قلت أبو زيد قائم، فالجملة الواقعة خبرا في تأويل مفرد، يعني ممكن نؤولها بمفرد أو نعبر عنها بمفرد. والحملية نسبة، يلا، والحملية نسبة إلى الحمل باعتبار طرفها المحمول به، لأنه يسمى محمولا، لأنه عندنا الحمل لماذا سميناها حملية؟ طب ما فيها محمول وفيها موضوع، فليه ما نقولش موضوعية؟ قال لك احنا اعتبرنا المحكوم به اللي هو ايه؟ اللي هو المحمول، لانه الموضوع ليس محكوم به وانما محكوم عليه. يبقى لما نقول كده الصلاة واجبة، فالمحكوم به هو الوجوب، والصلاة ذات الصلاة هذا محكوم عليه وليس محكوم ايه؟ به. ففي القضية تجد ايه؟ محكوم به محكوم عليه، وتجد إيه؟ النسبة. والحملية نسبة إلى الحمل باعتبار طرفها المحكوم به، لأنه يسمى محمولا تشبيها له بالشيء الذي حمل على غيره. يعني بقول لك شبهوه، هو طبعا معنى مش حسي، كأنه شيء حمل على غيره، يعني كأن حملنا الوجوب على الصلاة، يعني أسندناه عليها، أو عملنا القيام على زيد. والقسم الثاني، والقسم الثاني وهو الحملية القسمان، يعني الآن هو هيشرح لنا أقسام الحملية، ناخذ أقسام الحملية وبعد كده إيه نروح على الشرطية. والقسم الثاني هو الحملية قسمان، وأراد بها ما موضوعها كلي، سواء كانت مسورة بسور كلي أو جزئي أو مهملة من السور، نحو الإنسان حيوان، لصحة التقسيم الآتي. يبقى حنأتي حنجد في أقسام الحملية أربع أقسام، خلاص كده؟
فمثلا أقسام هنا القضية الحملية كلية وإيه وشخصية، والأول إما مسور وإما إيه وإما مهمل. وبعدين نعم أقرأ. كلية وأراد بها ما موضوعها كلي، سواء كانت مصورة بسور كلي أو جزئي أو مهملة. يبقى تنقسم الحملية أول شيء إلى أربعة أقسام: شخصية ويتاني ومهملة وكلية وجزئية. كم عندنا كم قسم؟ احفظ. يا إما تكون شخصية، يا إما مهملة، يا إما كلية، يا إما إيه؟ جزئية. وكل واحدة من كم هما؟ كل واحدة من الأربع يا إما موجبة أو، يبقى كم كده أقسام الحملية ترجع لقل، فهي إذن إلى الثماني أيبة، هي أربعة ولكن كل واحدة يا إما موجبة يا إما إيه؟ فرجعت القسمة إلى كم؟ إلى ثمانية. خلاص؟ يعني أول شيء ليه انقسمت القضية الحملية إلى أربعة أقسام؟ أول شيء ننظر إلى الموضوع، يا إما يكون شخص معين، خلاص كده، يا إما يكون موضوعها شخص معين أو إيه أو كلي. ففي الحالة دي الأولى شخصية وتسمى إيه، يا إما تقول شخصية إما تقول مخصوصة، الاثنين واحد. لما تقول كده أبو بكر الصديق أول العشر المبشرين بالجنة، فهذه قضية حملية شخصية، لأن الموضوع اللي فيها واحد مشخص معين، ونقول كده أبو بكر الصديق أول العشر المبشرين، فده قضية إيه حملية شخصية. أفرض قلنا كده الله ربنا، لا نقول شخصية حتى لا يتوهم أن الله شخص أو مشخص أو معين، فنقول كده هذه مخصوصة والمعنى واحد، لكن من باب التنزيه حتى لا يتوهم أن الله تعالى شخص أو جسم. طب عندما أقول زيد قائم، دي قضية حملية شخصية. طب لما أقول زيد، طب موجبة ولا سالبة؟ موجبة. طب إذا قلت زيد ليس قائما، يبقى هذه قضية حملية شخصية سالبة، مفهوم؟ طيب. والتي موضوعها كلي، إما أن يقرن بما يدل على العموم وهي الكلية. يعني متى تسمى القضية كلية؟ إذا كان فيها لفظ يدل على العموم زي كل وجميع وعامة، كل إنسان ناطق أو كل إنسان حيوان، هذه قضية حملية كلية موجبة. طب لا شيء من الناطق بفرس، فنقول هذه قضية كلية أو حملية كلية سالبة. كيف عرفنا أنها كلية؟ لأن أداة النفي هنا ودخلت على النكرة فيفيد العموم، فعاوزين أداة تفيد العموم. يبقى إذا اقترنت بسور كلي يدل على العموم تسمى إيه؟ كلية. طيب إذا كان فيها سور يدل على البعض فتسمى إيه؟ الجزئية. بعض الحيوان إنسان، أو كما قال الله تعالى فريق في الجنة، فريق يعني بعض، وفريق في السعير. إن هذه تسمى إيه؟ قضية حملية جزئية موجبة. خلاص؟ لأنه فيها سور يدل على إيه؟ على الجزئية. طيب إذا
لم يكن هناك سور لا فيه كل ولا يدل على الجزء ولا على الكل، فهذا يسمى المهملة. هديك مثال واحد فقط، أقول مثلا طلحة أو مثلا ده طالب مجتهد، يبقى هذه قضية شخصية لأنه فيها شخص زي أبو بكر الصديق أول العشرة. طب إذا قلت مش طلحة، قلت كده كل الطلاب مجتهدون، فهذه قضية كلية. طب إذا قلت بعض الطلبة فهذه جزئية، إذا قلت الطلبة فقط من غير ما أقول بعض أو كل فهذه مهملة. وقس على ذلك، يعني مثلا إنسان يريد أن يدقق ويعرف مين اللي حضر ومين غاب، فيقول لك إيه خذ الغياب والحضور ما وجد واحد غاب، فيقول كل جميع الطلبة وإن كل لما جميع لدينا محضرون، هذه كلية موجبة. إنما لو قال بعض الناس هذه جزئية. طب أردت يعني مثلا أن أقول الطلبة حضروا، مع أنه في ناس لم تحضر، لكن أهملت الإيه السور، يبقى يحتمل أن يكون الكل ويحتمل أن يكون الإيه البعض، وذلك سميت مهملة، يعني أهملت عن ذكر الإيه السور. واضح؟ نعم. المهملة في قوة الجزئية صح، يعني عندما حقق المناطق فقالوا لنا العبارة اللي قالها الشيخ محمد، قالوا المهملة عند التحقيق في قوة الجزئية، لكن هي ليست جزئية، في قوة الجزئية، لأنها قد تكون كلية، في قوة الجزئية. يلا يا شيخ محمد. والقسم الثاني وهو الحمدية قسمان، كلية وأراد بها ما موضوعها كلي، سواء كانت مصورة بسور كلي أو جزئي أو مهملة من السور، نحو الإنسان حيوان ليصح التقسيم الآتي، وشخصية وهي ما موضوعها معين وتسمى مخصوصة كزيد كاتب. يبقى ممكن نسميها مخصوصة في بعض الأحوال، خاصة إذا تعلقت مثلا بالحق سبحانه وتعالى، يعني بذاته أو صفاته حتى لا يتوهم التجسيم. والقسم الأول من الحمدية إما مصور بالسور الكلي أو الجزئي، وإما مهمل الخالي من السور. قال المصنف رحمه الله والسور كليا وجزئيا يرى. يبقى السور ده مأخوذ من الإيه كلمة السور، يعني من الإحاطة، زي اللي بيحيط زي نسميها أساور، عارف أساور من ذهب سميت أسورة لأنها تحيط بالإيه بالذراع أو باليد، والسور كما أنه يحيط بالبلد، فإذا كان هناك إحاطة يسمى السور كلي، وإذا لم يكن هناك إحاطة يسمى جزئي. وأربع أقسامه حيث جرى، يعني لأنه إما أن يكون إيجابي كلي أو إيجابي جزئي أو سلبي أو يعني سلبي جزئي وسلبي كلي، خلاص. وده في موجب وفي أربع أقسام، إما بكل أو ببعض أو بلا شيء وليس بعض أو شبه جلا. يلا يا شيخ محمد. السور كليا إن دل على الإحاطة بجميع أفراده، وجزئيا إن دل على الإحاطة ببعضها، يرى أي يعلم. وأربع أقسامه أي أقسام السور أربعة، حيث جرى أي وقع، لأنه إما سور إيجاب كلي أو جزئي كما أشار إلى ذلك بقوله إما بكل أو ببعض أو بلا شيء وليس بعض أو شبه جلا. إما بكل نحو كل إنسان حيوان، أو ببعض نحو بعض الإنسان كاتب. شوف كده، إما بكل كل إنسان حيوان، ده إيه سورة موجب كلي، بعض الإنسان كاتب، هذا سور
موجب جزئي أو بلا شيء، يعني لا شيء. ها هنا يسور كل سالب، لا شيء من الإنسان بحجر. طيب ليس بعض، الواو بمعنى أو، يعني وليس، الواو بمعنى إيه؟ أو ليس، الواو بمعنى أو. نحن ليس بعض الحيوان بالإنسان، وقوله أو شبه عطف على كل، وقوله جلى أي أظهر السور الإحاطة بجميع الأفراد أو ببعضها. جاء السور إما أن يحيط بجميع الأفراد أو بإيه؟ أو ببعضها. فشبه كل، فشبه كل جميع وعامة. وقال لك، قال لك بكل أو ببعض أو بلا شيء وليس بعض أو شبه. إيه اللي يشبه كل؟ جميع، يعني جميع تشبه كل، جميع الناس، عامة أو مثلا كافة، وما أرسلناك إلا كافة، أو كان النبي في الحديث يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. يبقى عامة عن معناها إلى الكل، كل الناس. نحو جميع الإنسان حيوان، وعامة الإنسان حيوان، وشبه بعض. إيه اللي يشبه؟ يعني في حاجة تشبه كل وفي حاجة تشبه بعض. ما الذي يشبه كل؟ جميع وعامة. ده. وما الذي يشبه بعض؟ فريق أو مثلا طائفة أو جماعة، هذا كله يشبه بعض، فريق من ال... وشبه لا شيء، يعني لا شيء هذا سور كل سالب. إيه اللي يشبه؟ لا أحد، لا ديار، خلاص. ديار يعني زي لا أحد، زي قال تعالى عن سيدنا نوح، قال ربي لا تذر على الأرض، وقال نوح ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، يعني أحدا، لا أحد من الإنسان بفرس. وفي سور آخر شبه ليس بعض، يشبه ليس كل، يعني الاثنين زي بعض، ليس بعض وليس كل. وهي من أسوار، يعني مثلا عارف السور بتاع ليس بعض، كأنه ليس كل، يعني مثلا واحد بيدعي فيقول لك بعض الحديد ذهب، واحد قال لك يا أخي في قطع حديد ذهب، بعض الحديد ذهب، فأنت تقول له ليس بعض الحديد ذهب، كأنك قلت ليس كل الحديد. ما هي يعني ليس بعض الحديد، يعني ليس هذا البعض الذي ادعيته، كما أنه ليس كل. يبقى زي كلمة ليس بعض مثلها ليس كل، فممكن يراد بها السلب الكلي وممكن يراد بها السلب الجزئي. فليس بعض ده اختلفوا فيها، في ليس بعض وفي بعض ليس، هنشرح الفرق بين ليس بعض وبعض ليس، خلاص. يعني اقول كده ليس بعض الناس، شوف كده ليس بعض الناس بكاتب، هذا ايه ده؟ سلب جزئي، ليس بعض الناس. زي كأني قلت ليس كل الناس، خلاص كده. أما إذا قلت مثلا ليس بعض الناس، بعض الناس ليس بكاتب، يبقى يساوي ليس بعض، وأحيانا أخرى لا يساوي، وسيأتي الفرق. يلا أمونا. وشبه ليس بعض ليس كل، وهي من أسوار السلب الجزئي، لأنها رفع للإيجاز الكلي، نحو ليس كل حيوان بفرس. قال المصنف رحمه الله: وكلها موجبة وسالبة، فهي إذن إلى الثمان غالبة، يعني هتعود إلى ثمانية، لأنها هي أربعة وكل واحدة موجب أو موجبة أو سالبة. الشخصية الموجبة زي جاب مثل زيد كاتب، والسالبة زيد ليس بكاتب، والكلية الموجبة كل إنسان حيوان، السالبة لا شيء من الإنسان بحجر، الجزئية الموجبة
بعض الإنسان كاتب السالبة بعض الإنسان ليس بكاتب أو ده هنا هي بعض الإنسان ليس بكاتب ده اسمه إيه ده ما هو السر هنا اسمه بعض ليس بعض الإنسان ليس بكاتب ده اسمه إيه بعض ليس بعض الإنسان ليس بكاتب والمهملة نحو الحيوان إنسان ما قال كل الحيوان والسالبة الحيوان ليس بإنسان والمهملة في قوة الجزئية قال الشيخ محمد قال المهملة في وري صدق كلامك المهملة في قوة الجزئية ليه في قوة الجزئية الحيوان إنسان هذه معناها إيه بعض الحيوان إنسان فأصبحت المهملة في قوة الجزئية الحيوان ليس بإنسان لأنه في قوة قولنا بعض الحيوان إنسان وبعضه ليس بإنسان صح كده لأن بعض الحيوان كالفرس ليس إنسانا أو كالجمل وبعضه إنسان وهو الإيه هو الإنسان يبقى إيه اللي تحصل من كلام المصنف أن القضايا الحملية أربعة شخصية مهملة كلية جزئية وتكلمنا عن الإيه الأربعة لكن في قضية أخرى نوع خامس يبقى كده تصير القضايا الحملية عشرة إذا أضفنا الخامس ولكن المصنف لم يتعرض لقسم من أقسام القضية حتجده في كتب أخرى فبالمرة يكون عندك معرفة حتى لم يتعرض له اللي هو إيه القضية الطبيعية يعني احنا عندنا إيه شخصية مهملة جزئية كلية في نوع تاني اسمه الطبيعية وأيضا فيها موجبة وفيها إيه سالب فتكون الأقسام عشرة وليست إيه ثمانية إيه معنى القضية الطبيعية هي ما كان المحكوم عليه فيها الطبيعة بقطع النظر عن الأفراد لا يحكم على كل ولا على جزء ويحكم على إيه على الطبيعة على الجنس تمام كده لكن جرى فيها خلاف عشان كده الناظم أو الشارح لم يثبتها ليه جرى فيها خلاف ما هو الخلاف الذي جرى فيها قيل وهو الحق إنها داخلة في الشخصية يعني لما يحكم على الجنس كأنه حكم على شيء معين فكأنه دخلت في ليه في الشخصية لأن المحكوم عليه فيها مشخص في الذهن وقيل إنها في قول ثاني أن القضية الطبيعية دي لماذا أسقطوها قالوا لأنه ممكن تدخل في الإيه في الشخصية وبعضهم قال ممكن تدخل في المهملة وقيل وهو المشهور إنها قسم مستقل لا شخصية ولا مهملة وهذا كله مبني على ما هو الراجح من أنها معتبرة في العلوم أو غير معتبرة الشيخ الباجوري قال إنها هي غير معتبرة في العلوم فلأجل هذا أسقطها وبعدين تكلمنا على السور السور في الكلية والسور يكون فين خد بالك المهملة ليس فيها سور والشخصية ليس فيها سور فأصبح السور مخصوص بقضيتين اللي هي الكلية وإيه السور في الكلية والكلية إما موجبة وإما إيه والجزئية فيها سور وهي إما موجبة وإما طيب ما هو السور اللي في الكلية الموجبة وفي الكلية السالبة ده مهم السور اللي في الكلية الموجبة شوف كل شوف كده قال تعالى والعصر إن الإنسان الإنسان قوله تعالى إن الإنسان لفي خسر هذه قضية كلية مع أنه ما فيهاش إيه كل قال لك فيها دي اللي هي تفيد الجنس تعتبر قضية كلية ليه
بدلالة صحة الاستثناء بعدها، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، كأن الله تعالى قال إن كل إنسان في خسر إلا، لأنه لا يجوز الاستثناء من المفرد. فكلمة الإنسان في قوة قولنا كل، إيه يبقى السور يا إما في الكلية الموجبة كل وهي تاني، وال الاستغراقية وجميع وعامة وكافة وإيه وطرا. شوف كده، كان أيام الهجرة كان أرسلت قريش واحد اسمه سراقة عشان يبحث عن النبي صلى الله عليه وسلم، أخذ يبحث حتى إيه رأى النبي من بعيد وحاول أن يمسك به، لكن حصلت إيه معجزة، أن الأرض أغبرت وزاد الغبار حتى لم يستطع الرؤية، وغاصت قدم الفرس في الرمال وصرعه في الأرض، فحاول أكثر من مرة فلم يفلح، حتى إيه أخذ يستغيث وينادي على رسول الله إنه يعني يعفو عنه، فنادى تعالى. وقال له، يعني كان أمامه ولم يستطع أن يمسه بسوء أو بضر لحماية الله تعالى، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: كيف بك يا سراقة إذا سورك الله، يعني أعطاك الله تعالى سواري كسرى. فقال: كسرى ملك الفرس؟ قال: نعم، هذا شيء في الخيال ولكنه تحقق في خلافة سيدنا عمر، فلبس لما معركة القادسية والمسلمون هزموا الفرس وأخذوا الغنائم، وكان من ضمن الأشياء السوار بتاع مين؟ كسرى، فلبسه سراقة. المهم النبي صلى الله عليه وسلم لما بشره بذلك قال له: خذل خذل عنا الناس، يعني إذا رأيت أحدا يبحث فخذل، يعني ضلل الناس، ما تخليش حد يعني يتبعنا، مش فاضيين، مش عاوزين ارتباك، خلينا نمشي نروح المدينة في حالنا، ولما واحد يقابلك خذل عنا الناس. فلما رجع وشعر بالأمان أنه يعني حكى القصة كلها، رغم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالكتم، يعني قال له: أكتم هذا الأمر، كأنك ما لقيتني ولا رأيتني، وخذل الناس. ولكنه حكى القصة كلها لمين؟ لأبي جهل، لأنه وصل إلى بلده ووسط إخوانه وقومه وشعر بالأمان، فحكى له القصة ونسي العهد. فأخذ أبو جهل يلومه لوما شديدا: يا أخي، أن الرجل تراه بعينك وتتركه يفلت، كيف هذا؟ أنا لو رأيته لا يمكن أتركه، لا بد أن آتي به إلى مكة حيا أو ميت. أن أبو جهل شديد الجهل والغباء، ولا يعرف أن هذا نبي وهذه معجزة، فأخذ يلوم من سراقة لوما شديدا ويعنفه حتى كاد أن يضربه. فقال له سراقة: أبا حكم، لو رأيت فرسي إذ تسوخ قوائمه علمت ولم تشكك بأن محمدا رسول ببرهان، فمن ذا يقاومه؟ لو أنت رأيت ما رأيته ما كان لمت، أراك تكف الناس عنه طرا، طرا يعني جميعا، يبقى طرا إيه سور إيه كل، يعني كل الناس، يعني هذا في إيه في القضية الموجبة. كم سور عندنا؟ ستة، وفي زيادة، يعني ممكن تجد لا شيء في السالبة، لا واحدة، لا أحد، لا ديار، لا رجل، كل نكرة في سياق النفي، هذا إيه في السالب. طب وفي الموجبة في الجزئية؟ ها، بعض أو واحد أو فريق أو طائفة،
أو قليل أو جماعة، يعني مش شرط للألفاظ دي كأمثلة. طب وفي السالبة عندنا إيه؟ ثلاثة أسوار، ليس كل وليس بعض وبعض ليس. طيب إيه الفرق بين السورين ليس بعض وبعض ليس؟ أن ليس بعض قد تستعمل للسلب الكلي، لأن البعض غير معين. فمثلا إذا قال أحد بعض الحديد ده، بعض لم يعينه. فإذا قلنا هنا ليس بعض، يبقى هذه يراد بها السلب ليه؟ لا، ليس بعض، البعض غير معين، قد تستعمل ويراد بها السلب الكلي، لأن البعض غير معين. فإذا قال أحد، هذا هو المثال عشان تحفظه، قال لك أحد بعض الحديد ذهبا، وأردت أن تفند قوله فتقول له ليس بعض الحديد ذهبا، فهذا سلب كلي ولا سلب جزئي؟ هذا سلب كلي، فأنت تريد أنه ما فيش بعض، أي بعض، فهذا إيه؟ لأنه البعض هنا غير معين. أما إذا قصدت نفي الحكم عن البعض تأتي إيه؟ تأتي ليس بعض للسلب الجزئي. يبقى ليس بعض إما أن تنفع في أمرين، أو تستعمل في استعمالين، إما السلب الكلي وإما السلب الجزئي. فمثلا لما أقول كده ليس بعض الناس بكاتب، هذا سلب كلي ولا سلب جزئي؟ ليس بعض الناس، يعني بعض الناس يكتب وبعض الناس لا يكتب، إنما ليس بعض الحديد ذهب، هذا كلي، لأن البعض غير معين. خلاص؟ أما إذا كان معينا تفيد السلب الجزئي. وأما سور بعض ليس يحتمل يحتمل أمرين كذلك، ألا يفيد إلا السلب الجزئي، مثل بعض الطلبة ليس ناجحا، وقد يراد به الإيجاب العدولي لا السلب، أي إثبات السلب، كبعض الحيوان هو ما ليس بإنسان. فالمعنى هنا إثبات اللا إنسانية لبعض الحيوان، لا سلب الإنسانية، وهذا بيسموها القضية المعدولة وليست المحصلة. يعني إيه الفرق بينهم؟ لما أقول أنا ليس، لما أقول هنا مثلا بعض الحيوان ليس بإنسان، ليس بإنسان، دي محصلة، يعني بعض الحيوان زي الفرس ليس بإنسان، فأنا أردت نفي الإنسانية، نفي الإنسانية عن عن الفرس. بعض الحيوان اللي هو الفرس ليس بإنسان، فهذه محصلة، لأنه المراد منها تحصيل السلب اللي هو المحمول ده، يعني سلبنا الإنسانية عن أما المعدولة لا، ده بتقلب الشيء، يعني نخليها كده، نقول كده بعض الحيوان هو ما ليس بإنسان. فماذا صنعت هنا؟ مش نفيت الإنسانية، أثبت اللا إنسانية عن بعض الحيوان اللي هو الفرس. ففي قضايا معدولة ومحصلة، وليها تعريف إنه حيكون شوف كده، بعض الحيوان هو ما ليس بإنسان في الرابط اللي هو أو حرف السلب، حرف السلب ده بيعمل ايه؟ بيتسلط، خد بالك، حرف السلب بينفي اسناد المحمول الى الموضوع، حرف اهديه وظيفته، فهذه هي وظيفته الاساسيه. اقول لك بعض الحيوان ليس بانسان، يعني ماذا، ما فائده حرف النفي؟ نفي الانسانيه، وهو حرف السلب هنا ليس جزء من المحمول وليس جزء من الموضوع، لانه هو هنا اداه رابطه. أما إذا جعلنا حرف النفي جزء من المحمول أو جزء من الموضوع، فتكون القضية معدولة وليست محصلة.
يعني ممكن نخلي حرف السلب ده جزء من المحمول، أقول كده ما ليس بحي ليس بعالم، أو غير الحي فخلتها إيه جزء من الموضوع، وليس بعالم جزء إيه من المحمول، فتكون هنا حرف السلب يا إما يكون جزء من المحمول أو جزء من الموضوع، في هذه الحالة تبقى القضية إيه معدولة، يعني عُدل بها عن أساسها أو عن الكيفية الطبيعية إلى غرض آخر، وده حيأتي شرحه بس بعدين، بس اديناها لكم هنا عشان الفائدة هذه. بعد كده اعلم أن القضية ثلاثة أجزاء، ده موضوع تاني خلاص. علم يا شيخ محمد على 92 كفاية كده، ماذا تريدون أكثر من هذا؟ اتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله.